3 يناير 2016 بيوصل اتصال للشرطة من متصلة. I was just out walking my dog and I came across some bones that look to me to be human, maybe they're not. بتقول كنت خارجة امشي كلبي ومرينا بالصدفة على مجموعة عظام وانا بعتقد ان مجموعة العظام دي بتعود لبني ادم. انا دكتور محمد، لو كنت مهتم بالنوع ده من المحتوى انزل واشترك في القناة ويلا نبدأ على بركة الله والصلاة والسلام على رسول الله. الشرطة بالفعل استجابت للاتصال وبعتت أفراد من الشرطة يعينوا المكان. الشرطة أول ما وصلت المكان لقوا بقايا جثة متحللة على هيئة هيكل عظمي وكل اللي باقي منه النص اللي تحت بس اللي هي عظام الحوض والفخذ. الشرطة مشطت المكان كله ولكن للأسف لم يعثروا على بقايا الجثة اللي هي الإيدين والرأس وباقي الجسم العلوي. أمامهم فقط جثة بلا يدين وبلا رأس. We had a majority of the torso area, but we didn't have from the elbows or knees down, and we also did not have the skull. وده حط الشرطة في حيرة كبيرة، واللي خضهم أكتر إن النص اللي لقوه فيه أثر قطع في العظم بمنشار، بمعنى إن القاتل بعد ما انتهى من قتل الضحية ما اكتفاش بكده، بل فصل دراعاته وراسه عن جسمه، والشرطة اعتقدت في الوقت ده إنه وزع باقي الجثة على مناطق مختلفة من البلدة. وسعت الشرطة منطقة البحث، خدوا العينة اللي لقوها ورجعوا على المعمل وبدأ شغل الطب الجنائي في فحص الدي ان ايه والتعرف على الجثة او الهيكل العظمي بمعنى اصح. للأسف لم يتم التعرف على الجثة. لمين تعود الجثة ما نعرفش. مرت فترة بدون تطور للقضية وبدون اكتشاف القاتل او حتى التعرف على المقتول اللي هي الضحية، لحد ما في لحظة وبالصدفة البحتة وصلت كل الإجابات على تساؤلات رجال الشرطة. ريان زيمرمان شاب يبلغ من العمر 22 عام، تم الإعلان عن فقده من 2015، وهنا اكتشف المحققين ورجال الشرطة إنهم غلطوا غلطة كبيرة، وهي إنهم نسيوا أصلاً ياخدوا عينات دي إن إيه من عيلة ريان وقت ما بلغوا عن اختفاء ابنهم. But as soon as it came on my radar, that was what I realized. We had never gotten DNA from his family. راحت الشرطة وخبطت على عيلة ريان. مساء الخير، عاوزين ناخد منكم عينات DNA. ولما رجعوا للمعمل كانت المفاجأة إن بقايا الجثة المتحللة بتعود لريان. ده خلى المحققين مركزين أكتر على عيلة ريان، وإن أكيد في سبب أدى لمقتل ريان بالطريقة البشعة دي مرتبط بعيلة ريان. اكتشف المحققين بعد التحقيق المكثف مع أهل ريان إن ريان كان للأسف مهتم بالتحول الجنسي، وكان نفسه يبقى بنت، وحتى كان دايماً بيروح المولات ويتسوق ويشتري كل مستلزمات البنات، من ملابس خاصة بالبنات وميك أب وغيرها. Was he interested in transitioning to being a woman? He started looking into some of it such as the hormone therapy. He also would go shopping for different female clothing. وحاول يفهم اهله كذا مره انه بيحس من داخله ان هو بنت مش ولد، ولكن ابوه وامه ما تقبلوش ده تماما. كل الكلام والافكار دي رفضوها رفض تام. بدأ ريان في مشاركة مشكلته على السوشيال ميديا وخصوصا في جروبات المتحولين جنسيا علشان دول اكتر ناس هيكونوا فاهمين حالته، وانه بيدور على حد يعيش معاه بعيدا عن ابوه وامه اللي مش متقبلينه من الاساس. He had made a post on Craigslist personals, so he was looking for more of someone to take care of. ريان قبل شهرين من وفاته تعرف على شاب من خلال السوشيال ميديا، والشاب ده كان اسمه كوري بازارد. ريان ساب بيت العيله واتنقل من ولايه كنتاكي لولايه اوهايو علشان يعيش مع كوري اللي اتعرف عليه من خلال السوشيال ميديا، ومش عارف اقولها لكم ازاي ارتبطوا ببعض. كان في بيت مقابل لبيت كوري، والبيت ده كان بيعيش فيه بنتين اسمهم ساره ونيره. وانا زيك بالظبط وانا ببحث عن القصه واحداثها كنت متفاجئ ان الاجانب بيسموا الاسماء دي او حتى بيسموا نيره، ولكن ما علينا. المهم ساره ونيره كانوا مع بعض، للاسف كانوا عايشين مع بعض
وخليك فاكر سارة ونيرة لأن هيكون ليهم دور مهم في قصتنا. She felt that if you wanted to be a female, you needed to portray yourself as a female and not let anyone else know otherwise. بعد فترة الأمور ما بقتش كويسة ما بين كوري وريان، وكوري قال لريان تفضل خد حاجتك واطلع بره شقتي. إيه بقى اللي كان بيدور ما بين نيرة وسارة؟ نيرة كذا مرة تصرح لسارة عن نيتها في القتل وإنها نفسها تجرب إحساس القتل وإنها بتسمع أصوات في راسها شيطانية بتأمرها بالقتل. لكن نيرة للأسف ما كانتش لاقية الضحية اللي تخلص عليها. لو تفتكر من شوية لسه كوري قايل لريان خد حاجتك وتفضل اطلع بره شقتي. فلما شافوه البنات نيرة وسارة عرضوا عليه عرض انهم يستضيفوه عندهم في البيت لفترة مؤقتة لحد ما يدبر اموره ويشوف مكان تاني يقدر يعيش فيه. وريان وافق لان ما كانش قدامه اي خيار تاني. دلوقتي نيرة لقت ضحيتها المناسبة، طلبت من سارة انها تشاركها في جريمة القتل ولكن سارة رفضت، ولكن نيرة هددتها بانها لو ما شاركتش معاها في الجريمة هتسيبها، هينفصلوا عن بعض. I tried to talk her out of it calmly at first and then I started getting a little hysterical and she told me that if I didn't help that she was going to do it anyway and that it was going to be a lot messier and a lot harder to get everything done by herself. She said that she would just give me a small role to play but she would do most of the heavy work. وسارة بتقول في التحقيقات كان أهون علي إن أنا أقتل أو أشارك في جريمة قتل عن إني أنفصل عن نيرة. عالم وسخة بصراحة. بس نيرة طمنت سارة وقالت لها ان دورك في الموضوع ده هيكون صغير ومحدود وانا اللي هيكون ليا الدور الاكبر وانا اللي هخلص على ريان. بس انا عايزك تسمعي كلامي بالحرف. She had a rag that she dipped in bleach and she had a bottle of vinegar next to her. I guess they had some kind of chemical reaction or at least some kind of poisonous gas, I don't really know. So when Ryan came out, I jumped on him from behind. Naira came in and straddled him and then pressed the rag over his face. When he started making these guttural gasping noises, Naira let me get out from under him. I curled up in the office and cried. I wish that I didn't have to do it, but I was so scared and horrified, but I didn't stop. انتظروا ريان في يوم من الايام وهو راجع من بره البيت. هجمت عليه ساره ولبست في راسه كيس من اكياس الزباله اعزكم الله ولفته على راسه ونطت عليه حرفيا وحاولت تخنقه بالكيس. في اللحظه دي هجمت عليه نيره وطعنته كذا طعنه مميته ووقع ريان سايح في دمه خلصان. بعد كده ساره ونيره اخذوا الجثه للحمام وخصوصا في البانيو وبداوا يقطعوا الجثه لاجزاء. فصلوا الراس عن الجثة وبعدين فصلوا الدرعين والجزء العلوي من الجسم وحطوا كل جزء من أجزاء الجثة في أكياس مختلفة وبدأوا يوزعوها على أماكن ومناطق مختلفة في ولاية أوهايو بحيث إن الشرطة أو أي حد يعثر على جزء من الجثة يكون صعب إن هو يتعرف عليه. طيب سؤال، إزاي الشرطة عرفت التفاصيل واللي عملته سارة ونيرة؟ لما الشرطة فتحت حساب ريان على الفيسبوك وتتبعوا آخر منشوراته وعرفوا إن هو ارتبط بواحد اسمه كوري في ولاية أوهايو، بالطبع راحوا لكوري وحققوا معاه، ولكن كوري قال لهم أنا انفصلت عنه ومعرفش عنه حاجة من يومها غير إن سارة ونيرة اللي في الشقة اللي قدامي أو في البيت اللي قدامي استضافوه عندهم لفترة مؤقتة. الشرطة قبضت على سارة بعد تفتيش البيت وتفتيش العربية ولقوا بقايا للدم ومنظفات في العربية اللي استخدمتها سارة ونيرة لإخفاء معالم الجريمة. سارة تم القبض عليها الأول وبعد الضغط عليها اعترفت بتفاصيل الجريمة كاملة. أما نيرة كانت هربانة ولما الشرطة قبضت عليها وهي في غرفة التحقيق طلعت مسدس من الشنطة وأطلقت النار على نفسها وانتحرت. لحد هنا انتهت قضية اليوم. شكرا لكم من القلب على المشاهدة. وسؤال ليك، هل شايف ان سارة تستحق حكم المؤبد او انها تستحق حكم مخفف لانها مش صاحبة فكرة القتل من الاساس وان نيرة هي اللي كانت صاحبة فكرة القتل؟
لو وصلت لهنا من المقطع أتمنى أنك تضغط لايك لأن ده بيساعد على انتشارنا أكتر وبيوصل الفيديو لعدد أكبر من الناس. أشوفكم على خير في مقطع تاني. في أمان الله.